لهذا اليوم تواصلي حتى نعرفوا اكثر بمركز خدمات امانديس اللي هو عباره على ان سونتر دابيل اللي كيستقبل المتطلبات ديال الزبناء عبر الهاتف خلال طيله ايام الاسبوع 24 ساعه على 24 ساعه. هذا السونتر تم الاحداث ديالو ابتداء من 2003 وهذا في اطار سياسه القرب اللي كتنجزها امانديس وحتى توصل الخدمات للزبناء ديالها بطريقه سهله وحتى ترضيهم وتتم الارضاء ديالهم. حاليا كنتوصلوا حوالي 25,000 مكالمه في الشهر واكثر من 99% ديال هذه المكالمات كيتم المعالجه التوصل بهم من اقل من 20 سكوند في كل مكالمه. هذا السونتر دابيل ديال امانديس فيه طاقم مكون حتى يستقبل المكالمات ديال الزبناء ديالنا في احسن الظروف وحتى يعطيهم جميع المعلومات اللي كيخصوهم في اطار الاشتراك ديالهم اللي عندهم مع امانديس حتى يتواصلوا بطريقه سهله ودائمه مع امانديس.